مهدينا في الأزمان شع ضيه ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ابتده من أجل السالكين أهدى سنه مهدينا في الأزمان شع ضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، نتواصل معكم إن شاء الله تعالى، وضمن حلقة اليوم التي تحمل عنوان الأطروحة المهدوية في تراث المدرستين و بصحبة سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله. سماحة السيد، في البدء يعني يطرح مثل هذا السؤال الذي يعني في الواقع هو يعني يلخص لنا عنوان حلقة اليوم، يعني هل إن الإيمان بالأطروحة المهدوية يكون على أساس أنها حقيقة ثابتة في تراث المدرستين، مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، أم لا أنه رواية أو روايتان وردت هنا وهناك وقضية خبر آحاد يعني وقضية عابرة في تراثنا و... أحسنتم. يعني إذن كيف ينظر المسلم بغض النظر عن مذهبه؟ نعم. كيف يعني من خلال التراث ما هي النظرة التي لا بد أن يتبع؟ تفضل سماحة السيد. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما وعدنا الإخوة في الحلقة السابقة أننا سندخل في المحاور التي عرضنا لها في الحلقة السابقة، وقلنا بأن المحور الأول الذي ينبغي أن نقف عنده بشكل جيد ودقيق أن نتعرف أن هذه الفكرة وأن هذه الأطروحة، وبالمناسبة عندما أقول أطروحة مقصودي بأنه ضمن المنهج الإلهي وضمن الرؤية الإلهية لنظام العالم، عندما أعبر أطروحة ليس مرادي من الأطروحة يعني فرضية. أحسنت. قد يتصور البعض أن المراد من الأطروحة هو الفرضية، لا لا لا، ليس القضية قضية فرضية، وإنما أريد أن أقول هذه الرؤية عن القضية المهدوية بشكل عام بغض النظر عن تفاصيلها. عندما أقول أطروحة مهدوية يعني هذه الرؤية، هذه الهندسة لهذا العالم، هل من أجزاء هذه الهندسة الإلهية لهذا العالم؟ نعم. هل توجد في هندسة العالم عندما هندس الله العالم بهذا النحو، هل جعل من أركانها قضية المهدي بغض النظر عمن هو المهدي وهل هو إمام معصوم أو ليس بمعصوم؟ هذه كلها أبحاث لاحقة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. في الواقع هذه المسألة من المسائل الأساسية، وإنما أحاول أن أقف عندها في هذه الحلقة، ولعله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، لأنني وجدت أن جملة من المتحدثين وجملة من المتكلمين وجملة من الكتابات ونحو ذلك عندما تصل إلى هذه المسألة أو فكرة المهدوية وأطروحة المهدوية يحاولون أن يصورونها كأنها فكرة عابرة. نعم. ومسألة هامشية في الفكر الإسلامي وفي التراث الإسلامي. طبعا عندما أقول هذا الكلام من الواضح بأنه ليس المقصود بذلك مدرسة أهل البيت. نعم. لأن مدرسة أهل البيت تعتقد أن فكرة المهدوية والإمامة لا تتحقق إلا بإمامة يعني روايات ونصوص الأئمة من بعد 12 لا تتحقق إلا بمن؟ إلا بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وهو المهدي المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن أنا دا أتكلم الآن بشكل عام في التراث الإسلامي بمختلف اتجاهاته ومدارسه ونظرياته وفروعه وأصوله أتكلم.
الواقع عندما ينظر الإنسان إلى بعض المتكلمين، إلى بعض الفضائيات، إلى بعض الكتابات، يجد أنهم لا يعطون لهذه الفكرة ولهذه الأطروحة الأهمية والاعتناء اللازم الذي تستحقها هذه الفكرة. من هنا أنا حاولت أن أقف عند هذه المسألة لأرى بأن هذه المشكلة موجودة في تراث مدرسة الصحابة، يعني أن التراث مدرسة الصحابة جعل هذه المدرسة، جعل هذه الأطروحة أطروحة وفكرة ثانوية، أم أن الاتجاهات المتأخرة حاولت أن تهمش ماذا؟ أن تهمش هذه الفكرة وهذا الأصل الإيماني والعقد. نعم. في الواقع عندما نراجع التراث، الإنصاف أنه حتى في مدرسة الصحابة نجد أن هناك تأكيدا وأن هناك اعتناء وأن هناك أهمية خاصة لهذه الأطروحة ولهذه الفكرة بمختلف اتجاهات مدرسة الصحابة، يعني سواء كانوا من المعتزلة، كانوا من الأشاعرة، كانوا من الصوفية، كانوا من الفلاسفة، كانوا كأيا كانوا، هؤلاء كل أعطوا هذه الفكرة ثقلا خاصا وأهمية خاصة. ونحن نجد أن هذا الأمر حاول أن يهمشه البعض في الآونة الأخيرة تبعا لبعض أعلام المسلمين فيما سبق، وأشير إلى هذه القضية. أما النصوص الواردة في ذلك، أحاول أن أشير إلى بعض النصوص الواردة دكتور في هذا المجال ليتضح بأنه هذه الفكرة هل هي في تراث مدرسة الصحابة، هل هي مسألة أساسية وركن أساسي، أم أنها مسألة ماذا؟ عابرة وليس لها تلك الأهمية. النص الأول الذي بودي أن أشير إليه وهو ما ورد في تفسير لكلام للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي أشار إليه ابن أبي الحديد في المجلد العاشر صفحة 76، طبعا بحسب اختلاف النسخات، جزء العاشر صفحة 76 ونسخة أخرى الجزء العاشر صفحة 95. هناك في ذيل الخطبة رقم 183 الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول، يعرف الحجة، يعرف الإمام، يعرف المصلح، الآن لا أقول الإمام المنتظر باعتبار لا أريد أن أستبق الأبحاث، ولكن واضح أن الإمام أمير المؤمنين ده يتكلم عن من؟ عن الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وإن كان ابن أبي الحديد عندما يشرح يحاول ماذا؟ أن يبتعد، يجافي هذه الحقيقة كما سيتبين. أما كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول قد لبس للحكمة جنتها، ده يصف من؟ المنقذ، ذاك المصلح، ذاك المنقذ، سميه المهدي، سميه ما شئت، نعم. يواطئ اسمه اسمي، سميه ما شئت. قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسأل عنها. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، يبين أحوال ذلك المصلح، يقول فهو مغترب إذا اغترب الإسلام. أليست الروايات قالت بأنه سيرجع الإسلام ماذا؟ غريبا. يقول أيضا سيبقى ذلك المصلح غريبا، وأنا لا أعلم كيف يقال أن الإمام ده يتكلم عن موجود سيولد بعد ذلك، هل هذا النص يشير إلى موجود، إلى إنسان موجود الآن لو موجود سيوجد موجود بعد ذلك، وحاله من حال الإسلام. انظروا نص العبارة، غريب البعض عندما يحاول أن يحرف هذه النصوص. يقول فهو مغترب إذا اغترب الإسلام وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجيرانه. سأبين المراد من هذا النص. بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف أنبيائه.
واضح بأنه عندما يقول بقية من بقايا حجته إشارة المعرفة. إلى ماذا؟ نعم. بقية الله خير لكم. إشارة نعم. بقية من بقايا حجته خليفة، التفتوا جيدا، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة من خلائف أنبيائه. التفتوا جيدا، إذن مو أنه والله يأتي إنسان مصلح في آخر الزمان ثم يدعي أنه المنقذ والناس يلتفون حوله كأي مصلح يدعي الإصلاح ونحو ذلك، لا لا أبدا، وإنما هو بقية من بقايا حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. بقية الله خير لكم، خليفة من خلائف أنبيائه. الشرح، انظروا، سأقرأ العبارة وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن القضية كانت كأنها متفق عليها هذه الفكرة، يعني فكرة المهدوية والأطروحة والفكرة أساسية. يقول: هذا الكلام فسره كل طائفة على حسب اعتقادها، فالشيعة الإمامية تزعم أن المراد به المهدي المنتظر عندهم، والصوفية يزعمون أنه يعني به ولي الله في الأرض، وعندهم أن الدنيا لا تخلو عن الأبدال والأوتاد وعن القطب، وهو واحد عندهم. هذا يكشف عن أن الصوفية تؤمن بنظرية ماذا؟ بنظرية الإمام الثاني عشر، أو بنظرية المصلح ماذا؟ الحي، لا المصلح الذي يأتي، لأنه يقولون وعن القطب وهو واحد. على أي الأحوال، هسه عندهم القطب يموت، ولكنه عند مدرسة أهل البيت هذا القطب ماذا؟ باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما وأصحابنا المعتزلة، أحسن، جزاكم الله خيرا، قال: وأصحابنا يزعمون أن الله تعالى لا يخلي الأمة. التفت جيدا، هذا النص يكشف لك أن ابن أبي الحديد إمامي أو غير إمامي؟ من الواضح أنه غير إمامي، لأنه يقول الإمامية قالت كذا، وهو يقول وأصحابنا يقولون كذا، وهذا يكشف عن أنه هل هو على مذهب الإمامية أو ليس كذلك. ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض المتحدثين ممن لا تروق له بعض كلمات ابن أبي الحديد مباشرة يتهمه بأنه ماذا؟ بأنه شيعي من الإمامية. يقول: إن الله تعالى لا يخلي الأمة من جماعة من المؤمنين، لكنه لما تعذرت إلى آخره. قال: والفلاسفة يزعمون أن مراده بهذا الكلام العارف. ثم يقول هذه الجملة، أنا محل شاهدي، قال: وليس يبعد عندي، هذا محل الشاهد من كلام من؟ ابن أبي الحديد. وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد في آخر الوقت، لأنه هو لا يعتقد بحياته. نعم. ولكن يقول أنه كلام الإمام أمير المؤمنين متوجه لمن؟ للقائم. للقائم من آل محمد. إذن لا هو قطب ولا هو بدل ولا هو وتد ولا هو عارف ولا هو حكيم، إشارة إلى شيء معروف. أبدا أبدا. نعم. الإمام سلام الله عليه يقول الإمام ده يشير إلى من؟ أحسن. يشير إلى القائم من آل وكأن محمد. الناس سألوا قال: من هو القائم؟ فالإمام سلام الله عليه يشير إليه. نعم. يقول: يريد به القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله في آخر الوقت، إذا خلقه الله تعالى، باعتبار أنه معتزلي لا يعتقد بحياة من؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن لم يكن الآن موجودا، فليس في الكلام ما يدل على وجوده الآن. وهذا هو الغريب من ابن أبي الحديد، الإمام يقول بأنه فهو مغترب إذا اقترب الإسلام. نعم. كيف لا يكون ماذا؟ إذن ملازم مع الإسلام. هذه إشارة إلى النصوص، إلى أنه الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما كان، كما تشير بعض مضامين الروايات. يقول: فليس في الكلام ما يدل على وجوده، وإذا وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين، هذه محل شاهد في الجملة. نعم. أنه جميع فرق المسلمين متفق على ماذا؟ على هذا الأمر الحيوي في التراث الديني وفي التراث الإسلامي. نعم. وقد وقع اتفاق الفرق، يعني ماذا؟ يعني معتزلة وأشاعرة وصوفية وعرفاء ومتكلمون وفلاسفة وظاهرية وسلفية حديثة قد الجميع لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة ماذا؟
الثابتة نعم. إسلاميا. يقول وقد وقع الاتفاق واتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه. على من؟ على قائمة آل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تبين أن مسألة أنه يوجد قائم في آخر الزمان وأنه هذه الجملة مهمة جدا من إنسان متتبع عالم مثل ابن أبي الحديد، ومن الواضح من كلامه أنه بعد ليس هو ماذا شيعي إمامي 12 بدليل أنه يقول أنه ليس موجود الآن. إذن بعد لا يمكن أن يتهمه أحد بأنه من الإمامية 12 أو من الشيعة لأنه يصرح، ولكنه يصرح في هذه الجملة يقول وقع اتفاق فرق المسلمين على ماذا؟ على أنه الدنيا لا تنقضي إلا على من؟ إلا على يد القائم من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما ذيك الجملة والذي هي على خلاف ما يقوله ابن أبي الحديد، يقول الآن غير موجود. يقول وأما قوله، التفتوا جيدا، يقول وقد لبس، يشير إلى النص الحكمة ضالة المؤمن، بعد ذلك يقول ثم قال وهو مغترب إذا اغترب الإسلام. يقول هذا الشخص يخفي نفسه، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود ماذا غريبا كما بدأ. خب إذا كان سيولد بعد ذلك، إذن لماذا أن الإمام يقرن غربته بغربة ماذا؟ غربة الإسلام. بغربة الإسلام، وهذا معناه أنه هو موجود مع وجود الإسلام. فإذا كان الإسلام صار غريبا، هو أيضا يكون ماذا؟ غريباً. يكون غريب. وإذا لم يكن موجودا لا معنى لأن نربط غربة الإسلام بغربة من؟ الإمام. بغربة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الأحوال. أما هذا النص اللي أشرت إليه، قال وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجيرانه، قال هذا من تمام قوله إذا اغترب الإسلام، أي إذا صار الإسلام غريبا مقهورا، وصار الإسلام كالبعير البارك عندما يبرك على الأرض، كالبعير البارك يضرب الأرض بعصيبه وهو أصل الذنب. عصيبه يعني كأنه ألصق نفسه، التصق ماذا بالأرض، ويلصق جيرانه وهو صدره ماذا في الأرض. يقول هذه إشارة إلى نكتة، التفتوا جيدا، يقول فلا يكون له تصرف ولا نهوض. البعير في مثل هذه الحالة لا يتحرك ولا له ماذا أي نهوض. قل الإمام سلام الله عليه إذا غير موجود لماذا ليس له تصرف ولا نهوض؟ عندما يوجد بعد لابد أن يكون له تصرف ونهوض. إذن يظهر بأنه في حال الغربة هو ماذا في حالة عدم أنه، وهذا معنى الغيبة. وهذا هو معنى الغيبة. وهذا هو أنه الآن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وهو أن ينهض بالأمة لإصلاحها ولإصلاح البشرية. هذا هو النص الأول الذي أشير إليه. النص الثاني، النصوص في هذا المجال الحق والإنصاف دكتور كثيرة، ولكن أنا أحاول بقدر ما يمكن أن أشير إلى بعض هذه النصوص. من النصوص الواردة ما ورد في جامع الترمذي، يعني ما أو ما معروف بسنن الترمذي، هناك في الحديث رقم في صفحة من الكتاب، في صفحة 369 من الكتاب، نعم، هناك في الحديث رقم 2230 و2231، نعم، تحت كتاب الفتن باب 52، باب ما جاء في المهدي. الرواية يقول حسن صحيح، حدثنا فلان سفيان الثوري عن عبد الله قال قال رسول الله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه ماذا؟ اسمي. رواية أيضا صحيحة، ورواية أخرى أيضا حسن صحيح، الرواية عن النبي قال يلي رجل من أهل بيتي، ومجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. وطبعا خصوصياته إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيتكلم، الآن ما أتكلم عن خصوصيات هذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. طيب.
أما الكلمات الواردة من الأعلام في هذا المجال، أنا أنتخب مجموعة من الكلمات وهي كلمات مهمة جدا، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق، لأنه مع الأسف لا يسعنا أن نقرأها جميعا. الكلمة الأولى لمحمد بن الحسين الآبري المتوفى 363 من الهجرة، قال في كتابه منافع الشافعي ردا على حديث ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، لأن البعض حاول أنه يصرف قضية الأطروحة المهدوية إلى من؟ إلى عيسى، فينسفها من أساسها. أساسا لا مهدي إلا من؟ إلا عيسى. وضعت مثل هذه الأحاديث. ما قاله الآبري في هذا المجال هو هذا، يقول قد تواترت الأخبار. نعم. إذن القضية عابرة دكتور، خبر وخبرين لو متواترة القضية. متواترة. نعم. قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى فيساعده، يعني يساعد ماذا؟ عيسى يساعد الإمام على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى يصلي ماذا؟ خلفه. وهذا في البخاري. التفتوا، أحسنتم. هذه الحقائق، أنا فقط أشير. لا، هو يقول تواترت الأخبار. نعم. القضية أوسع من قضية البخاري دكتور. البخاري حجة على من يعتقد بصحة روايات البخاري، وليست حجة علينا. أما إذا صارت القضية متواترة من المدرستين، هذه حجة ماذا؟ أحسنت. على الجميع. أحسنت. لماذا؟ بودي أن هذه النقطة يلتفت إليها المشاهد الكريم، وهو أنه للروايات التي وردت لا تجتمع أمتي على ضلالة. أحسنتم. فإذا اتفقت جميع الفرق الإسلامية كما قال ابن أبي الحديد، ومن ضمنهم مدرسة أهل البيت، يقينا تلك القضية قضية ماذا؟ حقة وثابتة ولا ريب فيها. نعم، رواية وردت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في سننهم أو في مصنفاتهم ولم ترد عندنا، هذه تقبل أو لا تقبل؟ ضمن موازيننا، إن صحت نقبلها، وإن لم تصح ماذا؟ لا نقبلها. نعم. أما إذا اجتمعت الأمة على حقيقة من الحقائق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يكون إلا حقا. وهنا أريد أن أبين للمشاهد الكريم أن هذه الأطروحة اجتمعت عليها ماذا؟ كلمة المسلمين، اجتمعت عليها كلمة الأمة، كما أشار ابن أبي الحديد قال كل فرق المسلمين أجمعت كلمتهم أنه لا تنقضي الدنيا إلا على قائم آل محمد، على يد قائم على آل محمد. إذن القضية قضية، ليست قضية أنه صحيح البخاري يقولها. نعم، في بعض الأحيان قد نستدل برواية أو روايتين من صحيح البخاري أو صحيح مسلم من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أنا الآن أتكلم بشكل منهجي وعلمي في قضية أنها متفق عليها بين ومتواترة بين جميع المسلمين. يقول، هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي بيودي أن يلتفت إليه ما أشار إليه ابن تيمية. ابن تيمية أيضا أشار إلى هذه الأحاديث، وبيودي أيضا المشاهد الكريم خصوصا أتباع السلفية الحديثة يلتفتوا إلى هذا الكلام. هناك المتوفى 728 هجرية قال في رده على ما احتج به العلامة الحلي في من أحاديث في المهدي، إن الأحاديث التي يحتج بها أو يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها. هذا ابن تيمية صريحا يقول هذا المعنى في منهاج السنة. إذن صريح عبارته واضحة وبإمكان المشاهد الكريم يغلط من ينكر أنه هاي القضية قضية ماذا؟ أحسن. قضية لا مجال رواية، لا يعبر عنها روايتها صحيحة. يقول أحاديث صحيحة. نعم. إذن مجموعة من الأحاديث ليست فكرة عابرة، خبر واحد قد يصيب وقد يخطئ. نعم. حتى يكون ظني السندي أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت كما تتفضلون. لا. نعم. لا أبدا، وإنما القضية أعمق من ذلك. نعم.
النص الثالث وهو من النصوص الأساسية اللي أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، وهو النص الوارد عن ابن حجر العسقلاني. أولا ابن حجر ينقل كلام منه، كلام الآبوري اللي قرأناه قبل قليل، وهو أنه أساسا تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة ورواتها. ثم هو يعلق على كلام من؟ على كلام الآبوري. هكذا يقول العسقلاني في تهذيب التهذيب، يقول: وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. أحسنت. هذا كلام من؟ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، أن الأرض ماذا؟ لا تخلو. لا تخلو. يقول أولا لا يناقش في قضية صلاة عيسى خلف من؟ خلف المهدي. خلف المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم، وإن كان ليس هذا بحثي في هذه الليلة، ولكنه أريد فقط أنبه المشاهد الكريم. المشاهد الكريم لابد أن يلتفت من هذه القضية اللي كما تفضلتم هذه رواياتها أيضا واردة ماذا؟ في أصح كتب القوم. ماذا نستفيد من أنه عيسى نبي معصوم من أنبياء أولي العزم يصلي خلف من؟ المهدي. المهدي، هل يمكن أن نفترض عن المهدي غير معصوم؟ أبدا، المعصوم لا يصلي خلف غير المعصوم. يمكن أساسا له فرض صحيح أبدا. وأي معصوم لو كان معصوما، إن صح على تعبيري هذا وإن كان تعبيري فيه إساءة أدب، كان معصوما من الدرجة الثانية. نعم، هذا معصوم من الدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه نبي من أنبياء أولي العزم. نعم. نعم، هذا أحد الخمسة من أنبياء أولي العزم. نعم، ويصلي ماذا؟ خلف المهدي. إذن أولا يثبت لنا عصمة الإمام أو عصمة المهدي. لا أقول الإمام المهدي، لأنه قد يقول لي قائل من الناحية المنهجية: أنت بعد لم تثبت أنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. وأعده إن شاء الله إذا استمر مع المشاهد الكريم، وواقعا أنصح الإخوة والمشاهدين الأعزاء المؤمنين وغيرهم جميعا والمسلمين جميعا واقعا أن يتابعوا هذه الأبحاث. هذا الذي أنا قلته في بحث مطارحات في العقيدة، قلت أنا أحاول أن أجري هذه الحوارات العلمية من خلال ماذا؟ من خلال هذه الطريقة، هذه الأطروحة، أنه أنا أتكلم، هم سمعوا على فضائيات أخرى وقنوات أخرى ما قيل في الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة، في ما قيل في أطروحة المهدوية عند مدرسة أهل البيت. فليسمعوا من أحد من الذين تابعوا هذه القضية ووقفوا عليها بشكل دقيق وعميق، أن يستمعوا إلينا أيضا، وبعد ذلك هم أحرار في أن يؤمنوا بهذه الأطروحة بالطريقة التي نحن نقولها أو بالأطروحة التي تقولها الاتجاهات الأخرى. بودي أن المشاهد الكريم ليحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. جيد، إذن الأمر الأول المستفاد من هذه النصوص هو أنه المهدي لا بد أن يكون معصوما، وإلا كيف يمكن أن يصلي خلفه إمام ماذا؟ أحسنت. ها؟ إمام معصوم، نبي معصوم من أنبياء أولي العزم، يصلي خلف رجل يولد في آخر الزمان ولا يعلم ما هو حاله. أيعقل هذا أصلا؟ استهانة بعيسى واقعا. أيعقل هذا؟ أمن المنطقي هذا؟ والغريب واقعا. النقطة الثانية والتي هي في قناعتي من النقاط الأساسية التي لابد أن يلتفت إليها، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان الإمام كان مفضولا، وكان عيسى هو ماذا؟ هو الأفضل. هو الأفضل، أيمكن أن يقتدي المفضول، أن يقتدي الفاضل بالمفضول؟ إذا كان في دولة العدل العالمية، في دولة العدل، إذا كان عيسى هو الأفضل وذلك والمهدي ليس الأفضل، نحن لا نعتقد بتقدم المفضول على الفاضل، نقول مقتضى العقل ومقتضى المنطق أن يتقدم الفاضل على المفضول. إذن هنا أيضا نستكشف أفضلية المهدي على من؟ على عيسى. على عيسى الذي هو نبي من أنبياء أولي العزم. فلتكن هذه الحقيقة على ذكر
من المشاهد الكريم نعم. إلى أن يأتي إن شاء الله تعالى لا مجاملة في الشريعة لا أبدا هذه روايات واردة من المدرستين يعني. إذا تسمحوا نقف عند فاصل قصير سماحة السيد ثم نعود للحديث. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم تابعونا. مهديون في الأزمان شعظيه ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ما ابتده من أجل السالك أهدى سنه مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومرحبا بسمحة الله سيد كمال الحيدري. إذا نحييكم سماحة السيد مرة أخرى حياكم الله. نعم إذا توقفتم قبل الفاصل إذا تسمحوا لي دكتور أن أشير أيضا إلى قولين آخرين. نعم. القول الأول للألباني وأنتم تعلمون أن ناصر الدين الألباني من الناس المحققين في مثل هذه المجالات يعني في أسانيد الروايات وعنده موسوعات في هذا المجال. نعم. الألباني هذه عبارته بالنسبة إلى المهدي سلام الله عليه بتعبيرنا. أما مسألة المهدي طبعا مسألة المهدي يعني أطروحة ماذا؟ المهدوي يقول أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة قسم كبير منها له أسانيد صحيحة. إذا تبين التفت جيدا أحاديث كثيرة صحيحة قسم كبير منها له أسانيد. إذا العدد كبير جدا فوق حد الإحصاء. نعم. وأنا مورد هنا أمثلة منها ثم معقب على ذلك بدفع شبهة الذين طعنوا في صحتها فأقول ثم انظر ماذا يقول. يقول فأقول وخلاصة القول إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وآله متواتر خلاص. يجب الإيمان بها. إذن ليست قضية فرعية وإنما مرتبطة بأركان بالإيمان إيمان. وهذه نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يعني ليست مرتبطة بفروع الدين بل مرتبطة ماذا؟ بالإيمان بالإيمان وبالعقيدة وهذه نقطة أساسية وهذا لن تجد له مصداقا إلا في مدرسة من؟ أهل البيت. إلا في مدرسة أهل البيت. أهل البيت جعلوا مدرسة الأطروحة المهدوية مرتبطة ماذا؟ بالعقيدة. بالبعد الإيماني نعم. بالبعد العقدي العقائدي وجعلوها من أركان الإيمان بخلاف الاتجاهات الأخرى لأنهم جعلوا الإمامة من فروع الدين. ويتذكر المشاهد الكريم نحن في حلقات في مطارحات في العقيدة بينا قلنا من مفاصل ومن الفروق الأساسية بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة أن مدرسة أهل البيت تعتقد أن الإمامة من أصول الاعتقاد وأن مدرسة الصحابة تعتقد أنها من الفروع العملية المرتبطة بالبعد العملي. هنا يؤكد الألباني على أن مسألة المهدي من الأمور التي يجب الإيمان بها وهذا ينسجم كاملا مع مباني مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وشهد شاهد من أهلها وقعا لا وادعاؤه يقول عقيدة ثابتة متواترة ممرة قد تكون عقيدة ولكنها ثبتت بأخبار الأحاد فتكون ظنية ولكنه هنا
يعني المسألة العقدية يكون دليلها دليل ماذا؟ التواتر. دليل ظني مثلا. نعم. أو دليل مطمئن به يورث الوثوق، وأهل الاصطلاح والاختصاص يعرفون ما أقول. هنا يقول لا، دليلها متواتر، يعني يفيد العلم، يفيد اليقين بأن هذه القضية ثابتة وبنص القرآن الكريم لا ريب فيها. هذا النص لا ريب فيها، يعني لا مجال لأي شك وتشكيك فيها. قال عقيدة، أولا عبر عنها بأنها عقيدة وليست من الأمور الفرعية. عقيدة ثابتة متواترة عنه يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يخبر عن أمر غيبي يقع في آخر الزمان. والإيمان بها من صفات المتقين، يشير إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه. جزاكم الله خيرا. ولذا يقول ألف لام ميم، هذا كلام الألباني. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقد وردت عندنا نصوص كثيرة تقول أن من مصاديق الإيمان بالغيب الإيمان ماذا؟ بالإيمان بالإمام الغائب عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا إلى هذه النقطة أساسية، وهو أنه كيف أنه النصوص دلته على عقيدة لا تنسجم إلا مع مباني من؟ أحسنت. مع مباني مدرسة. يعني سمح السيد، هذا الكلام لو صدر من شيعي لقال السلفي يكذب كعادة. لا أصلا هذا يكذب. كلام لا دليل عليه. أحسنت. رواياتهم مكذوبة. لكن هذا منهم، من الألباني، وهم يعرفون جيدا. وإذا المشاهد الكريم إذا كان من أتباع مدرسة الصحابة من أي فرقة واتجاه كان، أشعري كان، معتزلي كان، حنبلي كان، ما أدري مالكي إلى أيا كان، لا يفرق، سلفي كان، من المتقدمين، من المتأخرين، فليذهب ويسأل من أهل التحقيق ومن أهل العلم عندهم من هو الألباني. نعم. سيعرفونه حجة. أنه حجة في مثل هذه المسائل عندهم. نعم. قال والإيمان بها من صفات المتقين، وهذا يكشف لنا بأنه من لم يؤمن بالإمامة، من لم يؤمن بأطروحة المهدوية فقد ماذا؟ نعم. فقد ثلم ثلمة في عقيدته وفي إيمانه. نعم. وفي تقوى كما تفضلتم. نعم. وإن إنكارها، التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى من أنكر قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم. نعم. وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر، هذه نص عبارة الألباني. نعم. يعني الذي تجدونه إذا أنكر، هذا الإنكار إما منشأه الجهل وفي الأعم الأغلب هو كذلك. نعم. وإما منشأه ماذا؟ منشأه العناد. نعم. منشأه المكابرة، منشأه الجحود، يعني اتضحت له الحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا الإنسان ضال، ولكن مو ضال عن جهل، بل ضال عن علم. نعم. وأضله الله على علمين. ثم يقول أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها، مو فقط، التفت جيدا. نعم. وهذا هو نص الروايات الواردة عندنا بأنه يدعو الله، إنسان يدعو، ينبغي أن يدعو اللهم أمتني على ما أمت عليه أهل الإيمان، على ما أمت عليه علي وأهل بيتي عليهم أفضل. لأنه سيموت ميتة جاهلية. جزاك الله خيرا. لا، يقينا أنه خالف أصلا من أصول العقيدة ووصفا من صفات المتقين. قال أن يتوفانا على الإيمان بها بعد، وهذه نقطة أيضا أساسية وإن شاء الله بحثها سيأتي في محلها، وبكل ما صح في الكتاب والسنة. يشير القرآن والسنة. بلي. وآخر نص بيودي أن أشير إليه، وهو بعد من الـ من الـ من الأعلام المعاصرين، وهو ما ورد في كلام ابن باز، عبد العزيز ابن باز، اللي هو مرجع المملكة العربية السعودية إلى قبل قليل، كان قبل يعني كم سنة. نعم. انظروا ماذا يقول. يقول فأمر المهدي معلوم. قضية ليست عابرة كما يحاول بعض من يسمون نفسهم أهل العلم أن يعبروا عنها، أنه رواية وردت أنه يظهر مصلح في آخر. لا، قضية تعد أصلا. فأمر المهدي معلوم
والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة. لا إله إلا الله. هذا ابن باز يقول هذا الكلام، ها، يعني هو من أعلام السلفية الحديثة. نعم. من أعلام مدرسة محمد بن عبد الوهاب. نعم. بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، مو أنه فقط هو يقول بأنه أنا أقول أنها متواترة، يقول جملة من أهل العلم أيضا ادعوا أنها ماذا؟ متواتر. أنها متواترة، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي تدل، التفتوا هذه الجملة احفظوها، وهذا أصل من أصول عقيدة مدرسة أهل البيت الذي صدرت من كلامي على لسان ابن باز. قال: فهي تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا الضلال، أحسنتم. ثم يقول في آخر كلامه: ولقد تأملت ما ورد في هذا الباب من الأحاديث فاتضح لي صحة كثير منها كما بين ذلك العلماء الموثوق بعلمهم ودرايتهم كأبي داود والترمذي ومحمد بن الحسين الآبري اللي قرأنا ماذا عبارته، هو من الأعلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشوكاني وغيرهم، جملة من الأعلام يشير إليهم أنهم ثبتت عندهم هذه الحقيقة. نعم. أحسنتم سماحة سيد. نعم، أوجز كلامكم حتى بلي في جملة واحدة إذا أمكن. نعم. نعم. إذن أنا أتصور أنه أما في تراثنا، هذا كله كان في تراث مدرسة ماذا؟ أحسنت. الصحابة. أما في تراثنا فالمسألة أوضح من الشمس في رابعة أنها أصل من أصول اعتقاداتنا. إذن المسألة من المسائل الأساسية والأصلية، وإذا كان الأمر كذلك أنا هذا هو الحق. الآن انظروا أنتم إلى ما بعض الكلمات والمتحدثين والمؤلفات في هذا المجال اللي يحاول أن لا يعطي الأهمية اللازمة ويهمش هذه القضية، تعرفوا كيف أنهم يجانبون يعني الحق. لا أصل له، لأن كل الفرق ذكرتم كل كلمات، كل الفرق بمن يعني فيهم ابن باز والسلفي كلهم قلت لك لا يوجد أحد، وهذا نص عبارة ابن أبي الحديد. إذن الذي نكره الآن صاحب بدعة، لا صاحب الله يعلم. حتى أنا لا أريد دكتور، تعرفون أنه منهجي أنا لا أريد أن أستعمل هذه الألفاظ، أريد أن أقول بتعبيرهم هم، بتعبير الألباني، إما جاهل وإما ماذا مكابر، وإما مكابر. هذا نص الألباني، أنه من لم يعتني بها فهو إما جاهل وإما مكابر. نعم، شكرا لكم سماحة سيد. معنا الأخ أبو سجاد من السعودية، تفضلوا. ألو. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، لو ترفعون الصوت قليلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ممكن أدخل مع السيد كمال؟ تفضلوا. طيب، عندي ثلاث نقاط سريعة. يعني النقطة الأولى، نعم، يعني لماذا المهدي الاثنى عشرية محمد بن الحسن، نعم، أنكره أهل بيته ولم يعترف به إلا البقال والسمان وبعض يعني الذين كانوا يتعاملون مع والده يعني. طيب، لماذا أهله أنكروه يعني؟ هذا السؤال الأول. طيب، طيب الثاني. النقطة الأخرى، نعم، بالنسبة لقول الشيخ كمال أن المهدي يعترف به ابن باز و نعم طيب شو اسمه الألباني، نعم، هم يعتقدون بمهدي أهل السنة محمد بن عبد الله، يعني لا يخلط على المشاهدين، أرجو من ذلك يعني. طيب، أن يبين اعتقاد هؤلاء. طيب يعني لا يخلط. نعم، إذن نعم جيد. طيب، النقطة الأخيرة. طيب، بالنسبة للفائدة الإمام محمد بن الحسن مهدي الاثنى عشرية، نعم، يربطها الاثنى عشرية كمثل فائدته كفائدة الشمس خلف السحاب. نعم، الشمس لا تغيب خلف السحاب، يعني 1200 سنة يعني ينقلب الكون يعني. فأنا طيب، أطلب من، ولكنه يريد التصوير الرسول. نعم طيب، نعم طيب، أطلب من الشيخ طيب كمال يعني تحدي أن يذكر لي فائدة واحدة نستفيدها من مهدي الاثنى عشرية. طيب، وصلت فكرتكم، فائدة يذكرها سماحة السيد. الأخ أبو محمد من قطر، تفضلوا. أطلنا عليكم عذرا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا
اخي بدي ان اتدخل مع الشيخ ابو كمال مع احترامي لكم. نعم. طيب تفضلوا. بالنسبه لما سمعته انا حقيقه ما فتحت التلفزيون من اول الحلقه لكن طيب. دخلت من وسطها والذي فهمته نعم. انه ينقل عن مشايخ اهل السنه طيب باعتبار اننا نلزمهم بما الزموا به انفسهم. طيب انا اريد من الشيخ ان يكون صادقا وواضحا، انا لا اتهمه طيب ولكن لا احب ان يلبس على السادة المشاهدين. طيب هو ينقل ينقل نصوص صريحة. لا رجائي دكتور خليه يتكلمون طيب. بما طيب. يشاءون انا واجيبهم على طيب. كل طيب انتم قلتوا يعني الشيخ قال يسمعون لنا، نحن سمعنا له والان يسمعنا. طيب كما هو معلوم عند العوام من أهل السنة وغيرهم أن المهدي أن هناك مهديان، مهدي نعم. للشيعة وهو محمد بن الحسن العسكري نعم. الذي هو من نسل الإمام الحادي عشر نعم. وهو أصلا قد ثبت تاريخيا، وأريد من الشيخ أن يبين لي أن الإمام الأحد عشر لم يعني يكن له ولد بل كان عقيما. طيب. ويقولون أنه دخل إلى السرداب ويضعون له الخيل حتى يخرج كذا، فهذا هو المهدي الذي يعنون به. طيب. وأما مهدي أهل السنة فهو محمد بن عبد الله نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نفس كلام الأخ أبو سجاد، نفس إذن وصلت الفكرة، سؤالكم نفس السؤال. نعم. أنا أريد من الشيخ أن يذكر هذا يكون طيب واضح. طيب إن شاء الله. حتى طيب. يبين نعم. سمح سيدي يتحدث عن أصل الفكرة الآن لم يحدد المهدي من لا هو. لا هو حقه يقول بأنه أنا لم أستمع من البحث طيب. أنا طيب. أتصور المشكلة. أنا. نعم. ثم أريد منه أن يكون صريحا في ذكر. ألو. نعم نعم تفضل. أريد منه أن يذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. في النص على أنه محمد بن الحسن العسكري من سلالة طيب. يعني الإمام الثاني عشر طيب. الذي نعم. طيب. لم يولد بعد طيب وصلت الفكرة نعم. الأخ موسى من السعودية انقطع الاتصال. نعم سمح سيد الإخوان إبلي إجمال واضح أنا أتصور نعم. بأنه الإخوة نعم. أنا لم يتابع البحث جيدا. إبلي أولا لم يتابع البحث نعم. وثانيا بأنه أنا أين قلت أخوان الأعزاء بأنه أن المهدي الذي يقوله به ابن باز وابن تيمية والألباني هو مهدينا؟ أنا دا أتكلم عن أصل فكرة المهدوية، الأطروحة. عن أطروحة المهدوية، ولذا مرارا وتكرارا إلا إذا كان قصدهم الإخوة الأعزاء أنا أحملهم على الصحة أنهم لم يلتفتوا، أما إذا كان قصدهم التشويش فذاك بحث آخر. أنا من أول بحثي وإلى آخر بحثي لعله لمرات عديدة قلت أنا لا أتكلم عن المهدوية كما تعتقدها مدرسة أهل البيت نعم. أنا أتكلم عن أصل فكرة المهدوية، هل هي عابرة أم ثابتة؟ هل أنها فكرة نعم. عابرة كما يقول بعض من تدعون أنهم من أهل العلم أنها بعض روايات الآحاد وردت وانتهى؟ أنا هذا أولا طيب. وثانيا بعد لم أتكلم من هو شخصه حتى يقول لي بأنه هو محمد بن عبد الله أو محمد بن الحسن أو أي اسم آخر نعم. إذا الإخوة الأعزاء يريدون واقعا أن يبحثوا عن الحقيقة اطمئنوا استمروا معنا اسمعوا أنتم الآن يظهر بأنه من تتكلمون أنتم مؤدلجون يعني في الرتبة السابقة اتخذتم قراركم لا أقل استمعوا لما يقول الاتجاه الآخر المدرسة الأخرى وبعد ذلك أنتم أحرار في أن تقبلوا أو لا تقبلوا. أما ما ذكره الأخ من أنه أساسا ابن تيمية قال من هو فلان، نعم أنا ما قلت أن ابن تيمية يعتقد، وإلا لو ابن تيمية كان يعتقد بما نعتقد به لما كان ابن تيمية كان من أتباع مدرسة أهل البيت ولم يكن هو شخص خارج ويفضل يزيد ومعاوية على الحسن والحسين نعم. كان يقينا نعم. كما قلت في مطارحات في العقيدة أشرت إلى هذه الحقيقة، هو يعتقد بأن يزيد ومعاوية من العظماء الذين بشر بهم إسماعيل وقرأنا عباراته في مطارحات في العقيدة نعم. هو لو كان يعتقد بما نعتقد لما كان ابن تيمية كان وجودا آخر. هذه قضية أخرى. القضية اللي بعدها وهو أنه أساسا يقول لماذا تلبسون؟ أخي العزيز أين لبسنا؟ صريحا وتكرارا ومرارا ذكرنا بأننا نريد أن نتكلم عن أصل فكرة المهدوية وأن ما ذكرناهم من الأعلام فقط لإثبات وأنها قضية عقدية
وأنها قضية إيمانية. أحسنت. وأنه من مات ولم يعرفها أو لم يعتقد بها فهو يموت وهو ليس من أهل التقوى لا أقل إلى غير. يعني لو كان سماح السيد يلبس كما يزعمون حتى بن أبي الحديد الذي هو من المعتزلة قال ينكر ولادته. أنا قرأت هذه العبارات أخي العزيز، ولذا أنا حملتها على الصحة كما نعم. قلت أخي العزيز أنه أنت نعم. ما تابعتني من أول البحث، وكذلك الأخ الآخر الذي قال. أما قال سؤال لماذا لم يعترف أهل بيته، إذا تنتظر أخي العزيز إحنا بيودنا أن بحوثنا تكون بحوث علمية ومنهجية متسلسل. الآن ليس بحثي في أنه أهل بيته اعترفوا به أو لم يعترفوا، انتظر واستمع لي وعند ذلك ستتضح لك جملة من هذه الادعاءات والمزاعم بل الأكاذيب والشبهات والتدليسات التي تنقل من هنا وهناك أنه لم يعترف به أهل بيته. وأما ما هي فقط هذا الاتصال آخر اتصال نعم. سيد نعم الأخ أبو زينب من العراق تفضلوا. أبو زينب بإيجاز تفضلوا. نعم عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة. مرحبا بكم. عفوا احنا نطلب من سماحة السيد حتى يرتاح بعض المشاهدين يعني ان يوضح الاطروحة المهدوية في نظر الاتهامات الاخرى السابقة غير الاسلامية حتى يكون الموضوع واضح. مركز الحديث في هذه الحلقة يعني في الديانات الاخرى في الواضح. نعم نعم يعني يقول لو وضحتموها في الديانات الاخرى نعم يعني هذا طلبه ان شاء الله. هذا ياتي ان شاء نعم الله نعم بحث يمشي قلنا في تراث نعم. من معنا؟ نعم مالي. ابو غدير. نعم وبايجاز ابو غدير تفضلوا الوقت قليل. ابو غدير من العراق تفضلوا. نعم ان شاء الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا. في البدء بودي ان احيي السيد كمال الحيدري. نعم تفضلوا. واحيي المشاهدين وعندي مداخلة طبعا بالنسبة للأخوة اللي اتصلوا قبل قليل. نعم بإيجاز شديد. أولا عليهم أن يركزوا. نعم بإيجاز شديد. عليهم أن يركزوا بين السيد وبين الشيخ. طيب هسه هذا ليس مهما. نعم حاول بإيجاز أخي الكريم. نعم. النقطة الثانية. نعم. ألو. نعم نعم تفضل تفضل. طيب. ألو. نعم نسمعكم تفضلوا. طبعا بالنسبة للمتبحر بالقرآن الكريم اللي يقرأ الآيات القرآنية وتلك الأيام نداولها بين الناس. شكرا لكم شكرا لكم. نعم إذن الوقت قصير جدا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. سمح السيد في حدود دقيقتين أكملوا كلامكم. أحسنتم. نعم. إذن إخواني الأعزاء واقعا أنه سأل قال أتحدى أخي العزيز هنا أنا لا ليس مجال تحدي يعني لا هي رياضيات ولا هو كرة قدم ولا هي مصارعة حتى تتحدى وأنا أتحدى أبحاث علمية نطرحها بكل أخوة وبكل صداقة وبكل إيمان. نعم. وبكل وضوح لا لبس فيه. ومن شاء منكم فليقبل ومن شاء منكم فليرفض. وإذا قبلتم فبها ونعمت، إن لم تقبلوا أنتم إخوان لنا وينتهي كل شيء. لا ضرورة لاستعمال مثل هذه الألفاظ تدليس وهذا يدلس وهذا يكذب وهذا يطعن وهذا يكفر. يا أخي على مدى مئات السنين هذه الإصطلاحات استعملت أين انتهت بنا؟ انتهت بنا إلى التفرقة، انتهت بنا إلى الضغينة، انتهت بنا إلى ضعف المسلمين، انتهت بنا إلى وهن المسلمين. لماذا نستمر على ذاك المنطق وذاك الأسلوب الذي أنا أحاول بقدر ما يمكن أن أبتعد عنه؟ أما ما هي الفائدة؟ ينتظرني الأخ العزيز وسأذكر له فوائد كما تعتقدها مدرسة أهل البيت في زمان غيبته. أما الإشكال الذي أشكله على المثال هذا لا علاقة له بالممثل كما يقولون رسول الله. أولاً مثال مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أن الرواية غير صحيحة وباعتقادك غير صحيحة وباعتقادي أنها صحيحة والتمثيل صحيح وإن شاء الله سيأتي بيانه في محله المناسب. أما ما ذكر إذا تسمحون كم ثانية. نعم. أما ما ذكر من أنه في السرداب وأن هناك خير، إخواني الأعزاء والله وبالله مدرسة أهل البيت لا تعتقد لا قضية السرداب بذاك المعنى ولا الخير. هذه كلها ما أريد أقول أكاذيب لا سمح الله، وإنما كلها اشتباهات تصدر من هنا وهناك. نعم. وإلا اعتقادنا في الإمام الثاني عشر ليس هذا الكلام الذي تقولون، ولا أقل اسمعونا ما نقول إخواني الأعزاء. أحسنتم. انتظروا منا ما نقول حتى أحسنتم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. شكرا جزيلا لكم. أهلا. والآن الذي نوجزه في يعني في ثواني أن الإخوة من خلال اتصالاتهم
لا يقولون بما يطرح على الفضائيات من أنه قضية عابرة وخبر أحد. أبداً أبداً. الآن حتى هم قضية عقيدة ثابتة. أحسنت، ولكن بتعبير الألباني عقيدة ثابتة، بتعبير ابن باز أنها من المتواترة. شكراً لكم سماحة، وحتى الإخوة المتصلون فقط يخالفون في المصداق. أحسنتم جزاك الله خيراً. أحسنتم. إذن مشاهدينا الكرام أيضاً أشكركم مرة أخرى، ولقاءاتنا معكم متكررة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.